سمعنا بقصة الرجال هذاك اللي رفض هالحال نوايا خطاب هو قلبه تقدم صوب ابوها وقال تقدم صوب ابوها وقال من عبد الله يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدر على المله بشرع الله ونص الدين ما تمامه مرادي غلف وادي طلبتك قولها لي تم فقير الحال فقير المال غني المبدأ خالي الهم معز النفس وصل الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم تصدد وجه أبوها وطال سكوته ولا حكي قال تفكر ثم قال اسمع ترى بنتي لابن الخال ترى بنتي لابن الخال يا عم أرجوك لا ترمي الشوك في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم لا تحرمنا لا تعدمنا وربك ما رضى بالضر يا عم ناظر ترى الخاطر يا بيها من سنين كم يا راعي الخير هوانا طير لا توقف في طريق الحلم وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم تمايل راس ابوها ومال يهزا يمنة وشمال همس في اذن صاحبنا نصيبك مع سواها تنال نصيبك مع سواها تنال ما هو معقول ولا مقبول أعيش الفكرة ذي يا عم بعد بنتك أنا أحلف لك علي تحرم بنات آدم ولو دنياي حكايتناي أبحكيها جروح وهم وهذا القلب يا عمي صعب حلف بعشقها وأقسم بقول لك شي مدامي حي أموت غيرها يحرم بكل الياس بقول للناس حياتي خانها درهم